هل رمضان شهر الخير والبركات؟ أطلع على كل الناس ومنهم عائلة أبو خالد. أبو خالد، أم خالد وصغارهما، عائلة من خمسة. كل يوم في الشهر الفضيل لنا معهم جلسة. وراء كل شباك هناك حكاية عن فعل الخير وحسن النوايا. ورمضان كريم. عائلة أبو خالد من أكرم العائلات، تستقبل الضيوف والجيران على أشهى الموائد والمأكولات. لكن سارة لاحظت أن هناك دائماً فائض، فالطعام كثير، مع أنهم يعطون بعض الطعام إلى عم سالم الرجل الفقير الذي يمر بالقرب من بيتهم كل مساء. قالت سارة لوالدها: أبي، أترى فرحة عم سالم؟ ما رأيك في أن نفرح المزيد من الفقراء؟ فرح أبو خالد بتفكير ابنته وراح يفكر كيف ينمي فكرتها الصغيرة، فقرر في أن يبني خيمة رمضان أمام بيتهم يضيئها ويملأها بالطعام. انتشر الخبر بين الجيران، وهكذا كل يوم وقت الإفطار تمتلئ الخيمة بالصائمين ويحس الجميع بكرم الشهر الفضيل. في شهر العطاء علينا بالفقراء، فبعض ما عندنا يمكن أن يكون كل ما يحتاجون إليه. عمل الخير مهما بدا صغيراً قد يحدث فرقاً كبيراً. تابعونا غداً لنشاهد عملاً طيباً جديداً مع عائلة أبو خالد. ولا تنسوا زيارة موقع ماكدونالدز أريبيا.com لننشر الخير معاً. رمضان كريم.